اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. والنهارده هنعمل كفته طاجن بالبقوليات. يبقى اساسنا كفته ومعاها البقوليات، يعني معانا عدس اصفر ومعانا عدس بجبه ومعانا ثلاث انواع فاصوليا في كدني اللي هي الفاصوليا الحمراء، فاصوليا البيضه بتاعتنا، والفاصوليا المكسيكان دي اللي هي بتبقى صغيره شويه، ومعايا بسله ومعايا حمص. طبعا حمص الشام بيبقى ايه كبير شويه. كل دي بقوليات. هنعمل ايه بقى؟ نبتدي نعمل الاول الكفته بتاعتنا. هناخد مقاديرنا عباره عن لحمه، بيضه، بقدونس وبصل وتوم واعشاب الحقل اللي هي برضو قلنا كتير بعد قبل كده. اعشاب الحقل دي خلطه عباره عن روزماري وزعتر وشمر، اوكي، ومعايا شويه قرفه وجنزبيل بودره. هنحط الكلام ده كله على بعضه ونخلطه وايه نكفتته، ندوره كده ايه نعمله كفته. اوكي، هنا نحتاج الى ملعقه برضه عشان نشيل دي. اوكي طيب، ناخد بقى الكلام ده نحطه مع بعضه. بصل، بقدونس او مقدونس باللغة العربية، وبعدين نحط التوم مفري لطيف، ونحط الارب دو بروفانس، ونحط قرفة وزنجبيل بودرة. اوكي، دي مقادير خلطة اللحمة. لا ننسى الملح والفلفل، يبقى شوية فلفل مش بطلين وشوية ملح حلوين، معلقتين صغيرين دول تقريبا، ونشوف. اوكي، ننزل بقى ايه باللحمه. تمام، نشيل الكلام ده بقى خلاص. ناخد كمان واحده كده ملعقه ونقول اوكي. وما تكونش اللحمه ناعمه، يعني عايزه مفرومه خشن شويه. يبقى دي اول حاجه عملناها الكلام ده. هنيجي بقى في هذا الكيس ونحضر شويه حاجات كده. هنحط شويه دقيق، يمكن احتاج لهم شويه كمان، خليني احط عليهم شويه كمان، ودي بودره زعفران وشويه ملح، فلفل نونة. اوكي، ونحط برضو شوية دقيق كمان. ليه بقى؟ لأن هعفر اللحمة في هذا الكيس. اوكي، نخلط الكلام ده كله مع بعضه كده. هو يكون الكيس مخروم يعمل لكم مشاكل. اوكي، هنبتدي بقى ايه نكور الكفته بهذا الشكل.
على شكل اللي انتوا عايزينه. انا بفضل تكون قد داود باشا كده، يعني تبقى ايه اصغر من عين الجمل واكبر من البندقة، حاجة بالحجم زي حضراتكم شايفينه كده. اوكي هنعمل بقى الكلام ده. زي ما احنا شايفين كده اهو بالمنظر ده اهو الجميل ده، هنحطه هنا ونعفر. ونزيد بقى نطلع دول. يبقى كده ايه هنحط بقى شويه زيت والزبده. اوكي والزبده خليني معاها بقى لما الزبده تسيح. اوكي نعمل بقى كده لاسراع العمليه. مش هتاخدهم كلهم مرة واحدة. اوكي نبتدي بقى نحمر في الكفتة. ما تنفضوهاش من الدقيق قوي، اوكي، لان الدقيق ده هو اللي فيه اللي هيعمل لي التقل، وفي نفس الوقت انا مش هتأكي عليها قوي في السوا، والا الدقيق هيبتدي يسود، فانا مش هعمل كده. يبقى لازم ايه تتحط كده اهو. والدقيق ده هيديني ثقل، انا هيتقل يعني ايه الصوص. المطلوب من التحميره دي انها تتماسك نمره واحد. ثانيا الدقيق والزعفران هيدوني لون وطعم لطيف قوي، وفي نفس الوقت هتتقل الصوص بتاعها. اوكي بعد كده هنحط عليها بقى البقوليات كلها، تمام، والصلصه والمرقه. نقلب الكلام ده كله في الطاجن وندخلها الفرن. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بيت الحدوته دي ونعمل معاها حاجه تانيه. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، رجعنا لكم. وخلاص دلوقتي الكفته كده زي ما انتم شايفين بدات تاخد لون احمر لطيف قوي. هقوم حاطط معاها كل هذه البقوليات. يبقى حمص، بسله، فاصوليا،
فاصوليا بيضة، فاصوليا حمراء، عدس أصفر، أوكي، وعدس بجبة أو عدس أسمر أو عدس أسود زي ما تحبوا تسموه سموه، عدس بقشره اللي أنتوا عايزينه، أوكي يا ولد. زي ما حضراتكم شايفين كده الدنيا عملت ايه؟ اوكي. احط الصوص او عصير الطماطم بتاعي اهو، وبعدين شوية المرقة دي بقى اللي هتخلي الدنيا ايه تهيص في الفرن، وبعدين ده هنعمل له طشة وندخلها عليها ونحطها عليها يعني قبل ما نقدمها. خلاص كده احنا خلينا نحط ده في الفرن او نسيبه كده، بس ايه خليني اخد منه غلواية الاول، اخد منه غلواية صغيرة وبعدين ايه ندخله الفرن. بنقول ايه in the meantime او يعني في هذا الوقت او هذه الاثناء هقوم انا عامل البتاعة دي بطاطس سهلة قوي قوي وجميلة جدا جدا. البطاطس بتاعتنا عندي بطاطس مسلوقة متقشرة مسلوقة متقطعة سنتي، اوكي. هاخد البطاطس دي في طاجن جميل كده يخش الفرن واتبلها ملح وفلفل وبابريكا. الاول حط شوية ملح هنا كده وشوية فلفل هنا برضو كده، اوكي جميل جمال. وبعدين ارص البطاطس بتاعتي وحطيناها هنا كده اهو، طبعا كده عشان ايه ما تبقاش في حاجه واخده قوي والتانيه مش واخده خالص تبقى حاجه مش حلوه. يلا وهنبتدي بقى بعد كده ايه نرش عليها شويه بابريكا حلوين يعني تبخلوش في البابريكا، بس ده الأول أوكي. نحط بقى شوية زيت عليهم حلوين كده، زيت زيتون خفيف دريزل كده دريزلت ويت اويل، وبعدين ندخلها الفرن علشان تاخد الالوان الجميله مع الجبنه. يلا جبنه شيدر احمر مش اصفر لان الاصفر طعمه يعني اشد من دي فهيغطي على حدوته ايه البابريكا والبطاطس وبتاع، مش عايزين كده خليها كده بس اوكي. ودي تقعد في الفرن something like نص ساعه تلت ساعه بس، خلي الجبنه ايه حسب حراره الفرن بتاعتكم خلوا الجبنه تسيح وما وتحمر شويه مش قوي قوي عشان مش عايز اقطع عرقها. اوكي كده يبقى احنا ايه جميل جمال. يلا بينا يلا بينا ندخلها الفرن. نعمل بقى ايه خلاص دي سخنت تمام، اخد بقى ايه طاجن جنبي كده ونحط الكلام ده في الطاجن دي وناخد الكلام ده نحطه في الطاجن. اوكي
اوكي. هندخل الفرن برضو مع البطاطس، مش هتقول لا خالص. اوكي هنقفل عليه. هنا هنعمل بقى ايه؟ طشه لطيفه. هنعمل طشة لطيفة، هناخد الطاسة نحطها على النار ونحط لها شوية زيت عادي. اوكي كده اهو، جميل. وبعدين هنحط الثوم كده اهو، وخلي الثوم يصفر، مش يحمر بس يصفر. بعد ما الثوم يصفر هنزل عليه بال ورق الكزبره الخضراء. طبعا هتبتدي هي تدبل ولونها يغمق شويتين. حط الكزبره، وبعدين ناخد الكلام ده ايه، نقلبه شويه حلوين كده لغايه ما الكزبره تدبل كده وبتاع ولونها يبقى حلو. وزي ما هي بحلها بملها محتلها كده، اقوم واخدها طبعا عشان الميه اللي في الكزبره، زيت حامي والشيطان شاطر. بس هي دي هي دي، مش عايز اكتر من كده. ثانك يو. وناخد الطاجن بتاعنا بقى. اولا نطلع بقى ده اللي عملناه، البطاطس الجميله دي حلوه قوي قوي. ونطلع ايه؟ الطاجن بتاعنا. اوكي استمنت، اقوم واخد الحاجه الحلوه دي كده اهو، وحطيتها على الوش كده وسميتها بحالها بمالها محتلها. اوكي تمام، مش محتاج اقلب لا خالص خالص. خلونا ما نقلبش الحاجة دي، هي لما مع الغرف هتتقلب. طبعا سخن آخر حاجة. هنعمل كده عشان نمسكه بس نقدمه قدام. اوكي فده هيتقدم كده زي ما هو تمام، ونقلع الكلام ده. يبقى احنا عملنا طاجن الكفتة اللي متعفرة بالدقيق والزعفران وفيها مكوناتها، معاها بيض ومعاها بصل ومعاها توم ومعاها بقدونس ومعاها جنزبيل ومعاها قرفة كل المقادير دي مع بعضها كلها تتبرم كده وتتعمل كفتة صغيرة مدورة، وبعدين تتعفر بدقيق فيه زعفران، بودرة زعفران وشوية ملح وفلفل. تطلع الكلام ده يتقلي في الزيت والزبده، وبعدين يتحط عليه بقيه البقوليات كلها تتغلي مع بعضها، ويتحط معاهم المرقه والطماطم مصفيه. وبالف هنا وشفا، اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. We'll be right back.